فينا هو. جد سعيد انه نكون مشارك في الحفل ديال العقيقه. هذا الحفل اللي هو فريمون انا كنسميه حفل فني انساني ثقافي، مجمع بزاف ديال الفنانين. هذه مناسبه جيده انه كنتجمعوا مع بعضياتنا. كنتمنى يا ربي هذه البادره الطيبه تتكرر مع كذا واحد، لانه فريمون حنا خصنا نعاونوا بعضياتنا في هذا المجتمع المغربي. كاين بزاف الناس محتاجين العوين، والشكر الجزيل لكل الناس اللي ساهموا في هذا العمل هذا، فنانين، اداريين، تقنيين، صحفيين، جمهور. ففريمون شكر جزيل للجميع. انا فريمون غير جبد النقاش في واحد المناسبه شحال هذه، وقلت لهم انا بالعكس نلبي الدعوه. هذا الشرف كبير باش انا نكون حاضر في هذا العمل الانساني هذا.